وانتم منهم يا أنس ما فيه مثلك في القناة أنت غير وفقرتك والله غير أنهم فقرة تشد الانتباه عندك لا إله إلا الله مكتب الشغبوم شغبوم والشعب كله عندنا ناس متسابقين نايمين كلهم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله كتعين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير اليوم بداية أسبوع جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أسبوع مضى حافل بالانسحابات والاستبعادات والبدلاء عسى ربي يوفقنا وإياكم التوفيق الطيب اليوم المطبخ معنا 4 متسابقين لكن تقريبا اللي صح منهم 2 والباقيين ما عيناهم صحيناهم على يقومون لكن اللي بيحضر نبي نجازيه واللي غاب نبي نعاقبه اليوم معي عبد الله عبد الرحمن ومحسن السبيعي ورايد الحربي وحمد المهان خلي يجون الشباب على ما يجون الشباب يجتمع معهم الشباب نبي نروح نسولف مع ضيفنا الجديد رايد الحربي الله يبارك فيك ويطول عمرك شغل مايك يا رايد تبشر بالخير خلينا نشوف كيف هذه طافيه شغل لا شغل شلونك يا رايد؟ زلونك طيب عساك طيب الله حي انس كيف الحال؟ امورك زينه وشلونك؟ عاش من شافك عاشت ايامك عسى ربي يطول عمرك كيف الحال؟ مرحبا بخير الله يجزاك عساك طيب تعد استريح يا ابوي بسم الله الرحمن الرحيم يلا حيه استريح طال مرتاح كيف الحال؟ بشرك عساك طيب طيب وش الاخبار؟ والله ابشرك بخير نحمد الله ونشكره سلمت يا ابوي شو العلوم؟ سرك يا حسن عساك طيب والله اني ابشرك يا ما شاء الله تبارك الرحمن دخول قوي ومتحمس يا رايد عسى ربي ما يضيع لك تعب يا حبيبي اللهم امين وياك يا حسن شو العلوم؟ ابشرك عساك طيب يا ربي لك الحمد الله يجعل الله يجعل اي والله ابشرك بخير ونعمه نحمد الله نشكره استريح يا رايد عدوك الريح انطباعك بعد مرور أربع لا ما كملت 24 ساعة على الحين لا ما بعد كملت ما كملت 24 ساعة لا ما كملت انطباعك يا رايد عن الانطباع جيد والله العظيم وانا خلف الشاشة اي وانا خلف الشاشة الانطباع جيد الحمد لله وشك اللهم اللهم لك الحمد النسخة طيبة ومتسابقينها طيبين ومقدمينها شرواك طيبين شرواك الطيب عشان ربي يطول عمرك ونسختني يا ربي لك الحمد متكامل الحمد لله وشك أيوة اللهم لك الحمد اي والله توقعت ان انت كنت تتابع خلف الشاشة توقعت صحيح. ان الواقع زي كذا للأمانة الواقع كان بالنسبة لي مبهر أكثر من خلف الشاشة ما شاء يعلم الله إي والله يا مرحبا والله مسهل يا رايد رايد دخولك تقريبا في يوم 69 نعم وش يعني لك ذا دخولك تكمل أيام المتبقية والله يا ابن حلال بالنسبة للدخول يوم 69 ممكن أنه يكون عند البعض وقفة من ناحية أنه ما فيه مجال ما فيه وقت لكن أيه؟ بإذن اللي ما تنام عينه سبحان إن شاء الله أن نقدم اللي الله يقدرنا عليه في 90 يوم اللي بنقدم إن شاء الله في المهلة المتبقية إن شاء الله بإذن الله قدها إن شاء الله يا رايد نمشي نشوف الناس في تويتر وفي منصة إكس يسولفون على الموضوع هذا أسنى. فالواحد سبحان الله ترى لو يطلع له تقريبا 5 أيام على الشاشة بس يقدم الشيء الهادف الرسالة الهادفة نعم. يترك له بصمة يمكن تغنيه عن 90 يوم صحيح فلعل سلام. ذلك خيرة لك إن شاء الله يا رايد إن شاء الله أرحب الله حي وعليكم السلام ورحمة الله السلام الله حيه شلون طال عمرك عساك طيب كيف الحال تعدنا فيه تعدنا الله ارتح هنا يا طيب ارتح يا ابن حلف حلفت حلفت ارتح مرة لا يطريلك عندي عندي يا محيسن يا مرحبا العلوم خير بشر عساك طيب كل زين كيف الحال الحمد لله شو العلوم بنطرف في برايم طرحنا طرحنا بالله بنط اطرحونا بسيطة 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 يا رجال بسيطة ما غير برايم راجع ان شاء الله يا محيسن ان شاء الله مين البرايم انا بنطرف كلنا رجول ومباركس خير وفهد محمد عبد الله القرين الله يسر ربي عيننا وياك صالح لا عفوا ناصر لا صالح لا رجع اي صدقت صح ترى رجعي
الله يوفقنا وياكم التوفيق الطيب والحظ الطيب. وياك. اعزائي مشاهدينا الشباب الثانيين ما صحوا للحين. لكن محسن اصلا فريق ورايد الفريق فبيطبخون الاثنين ذولي، عندهم كبسه دجاج والاغراض عندهم والقدور عندهم كل شيء عندهم. نبي نبدا معهم فقرتنا لهذا اليوم. اما بالنسبه للعيال اللي ما حضروا اللي هو حمد المهان وعبد الله عبد الرحمن، فلكل شخص منهم خصم 1000 نقطة، عسى ربي يعيننا وياهم ويشيلونها ان شاء الله وقدهم ان شاء الله. توكلنا على الله يا الربع. توكلنا على الله. شربنا. كفو بسم الله مشينا. بسم الله. هنا بيجي بالقهوة ولا ما تقوي صح؟ انا فنجان يكفيني ترى. العلوم يا ابو حسن. العلوم اسعد. ها شو الجديد؟ ما في جديد والله. ما في شيء. وش يقول ما من جديد واللي مضى عندناه؟ ما من جديد وكل ما قيل ينعاد. الله هل نفس الكلام اللي نقوله نعيده. نعيده. تعال هذا واحد. شوف هذا الزين ولا الثاني؟ لا 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 ياخذ الزين محسن وانا وش اخذ؟ الحمد لله. هذا مثل الزين بعد؟ اي هذا كلها كلها. ما لحقت عينه في رمضان الحمد ربك. ها محسن هذا اشرم ما له اذن ما لحق عينه في رمضان. هذا غازي ينفجر هذا. اعزائي المشاهدين اللي حاب يتصل ويهدي نجمه 50 نقطة أرقام ظاهرة لكم على الشاشة، واللي حاب يسألهم في التاق فكل شيء شغال بإذن الله، بنحاول نقرأ من التاق ونسألهم. بس الجو الجو أحس إن الجو في برود، ما أدري ليش. ها؟ أحس في برود. أنت يمنا يا أنس؟ لبيه. الله يلبيك، أنت يمنا؟ إيه يمكم، أحس إنكم احنا بشرين بقدورها الحين، خلينا نشوف بقدورها عقبها مش تبي. قلينا ترى احنا. ها؟ قلينا. صح اني قليته لكن واحده منكم ان شاء الله يكفي، لكن جاكم هدوء. ما تقطع بصلك الحين قبل ما تصب الزيت. ارجع خلها قصير. ايه زين. يا ولد حنا مبنطين وش تبين نسوي؟ حنا مبنطين بشرين باعمارنا. حبيبي يا ناس. ما عليه يا محيسن ما عليه. ما عليه. الوعد عند ابو هيف. عشاكم عندها الليلة. حاط له 6 صحون. الوعد قدام والساعة تدور. الهل. أبو هيف يقول حاط له 6 صحون اليوم. حي حينا. يد وجنب. يد. مضيف الرايد اليوم أبو هيف. ها محسن ها؟ مضيف الرايد اليوم. حيه. إيه هذه الضيافة. يحلي والله بالعمى الغانم. ألو يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا حيه. حياك الله مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور، يا مرحبا يا عبد العزيز، يلا حيه. حياك الله. وشلونك طال عمرك طيب؟ خير يا من خير. عبد العزيز نصيحه توجهها للمتسابقين اللي معي. اقول لا تشلون هم البراد. سام؟ اي شيء ينصب عليك تشتغل تشلون. الله يكفيهم شر البرايم. اقول لا يشلون همه. لا يشلون همه ان شاء الله ما بشيل همه باذن الله يا عبد العزيز، ربي يوفقك. عبد العزيز معك 50 نقطة تهديها لمن طال عمرك؟ خلاها 100 طال عمرك. 100 تم يا عبد العزيز تم. اهديها المحسن. المحسن يستاهل. يستاهل الطيب، الله يبيض وجهك يا ابو ملاحي، يا عبد العزيز ابو ملاحي. وجهك ابيض ابو محمد ينعم. ونعم. 70 نعم يا ابو ملاحي. يا ابو ملاحي يبيض وجهك. ولا يهينك ويرفع قدرك يا ابو ملاحي. قدرك. الله يعطيك العافية يا ابو ملاحي، شكرا لك طال عمرك. هذه 100 نقطة راحت لأبو لمحيسن. استاهل. هذا ابن أخي. أخي مطنوخ ذا. أدعي. ونعم. الله يستاهل. أيوه يستاهل، وأنت تستاهل. كلكم تستاهلون علم الطيب. يلا يستاهل. شو الجديد يا محسن؟ سكنانة يا خالد. سويت شيء جديد؟ سويته شيء؟ قصيد قصدك؟ قصيد إيه أجل وش؟ لا والله ما سويت. أفا. إي والله. ليه؟ الاجواء ما عم بتساعد. يوم طلعت يومين ما سويت قصيده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طلعنا يوم واحد.
ما يكفيك يوم واحد، ما سويت قصيده في يوم واحد ذا. انت لا سويت لا هنا ولا برا. لا والله. عطره من القديم يا عبد العزيز، قديمك جديد. عبد العزيز من؟ محسن. ماشي محسن، غبت عنكم يومين نسيت اسميكم. ابشر بسعادتك يا خالد. كلك سعد. ما كنا حر يا ريجي العودي بالله. أنا يا أفسح حباب تجينا هواء. أسلم أسلم محيس. يقول على ما مضى يقول صبري كثر بكاي، قطع روحي الوجد وملت قلبي الحيرة، لازلت الحزين اللي يبكي صوت الناي ويفق شماغه منه ويفك زريره. زريره اسم الله عطاني ما عطى الداله هن السايل اللي ما شغله وقته ولا شغله تفكيره ولا فيه في الواقع ما يملع علي رضاي. يا ليت العمر ما بين ركعه وتكبيره تشبعت من فوضى المشاعر ومن فوضاي ومن كسره الخاطر ومن غيره وغيره. عسى الله يبيح اللي حداني وجاب قصاي وعرضني الدرب الطويل ومشاويره، فجعني ضحى يوم ما علقت به رجواي ولا اخترت مختاره ولا شاور الخيره. لو انه مراحلي متشفق على القفاي تقويت بعزومي وقفلت ذا السيره، لكنه مراحلي بعد يوم عاده جاي ولا جاء هذا ظرفه وهذه معاذيره. اخذها الزمن مني واخذ معه كل اشياي، لكنه ما اخذ من بين الاضلاع تقديره. تفت علمه الايام عني وعن مبداي وعن كثر حبي له وعن كثر تقصيره، وانا بتحامل واتعزز على بلواي وبسله لو السلوان ما راح بيديره. راح بيديره الله اكبر. صح تبدأ. صح زان. الو يا مشعل. مرحبا انس. يلا حيه. الله يبارك فيك، وش حالك؟ وشلون والخير ابشرك، وشلونك عساك طيب؟ ابشرك بخير منور الشاشه. الله يطول عمرك، نورك يا مشعل، يعني ما عاد دامك طال عمرك. وشلونك؟ والله اني ارتاحيك نفسيا اللي شفتك على الشاشه. الله يرفع قدرك ويطول عمرك يا حبيبي يا مشعل. الله يرفع قدرك يا حبيبي. انت من الناس المجملين ولا الناس الممتازين والمحترمين. الله يطول عمرك ويرفع قدرك ويجعلنا عند حسن ما تظنون يا حبيبي يا مشعل. الله يجزاك خير. مشعل، نصيحه توجهها للمتسابقين. والله نصيحه ونفوك، اقول ما عاد باقي على البرنامج شيء. الرجال اللي يشمر عندنا ويظهر اللي مخزنه ما الله الله. ولا ابراهيم هذا تراه يطلع رجيل، طلع رجيل يحكم حق. نعم. ومحسن عاد اشوفه في البرايم. الله محسن اليوم شرف البرايم عقب 70 يوم. هذه والله كارثه. لا لا ان شاء الله بيعينها الله، ان شاء الله محسن. الله يعيننا وياه. معك 50. اللهم امين اللهم امين. مشعل معك 50 نقطه تهديها لمن طال عمرك؟ اعطيها محيسن. استاهل محيسن. يعني استاهل. يعني ما عدمك يا شو اسمه مشعل. مشعل عتيبي. 70 نعم يا مشعل، والله لا يهينك ويبيض وجهك يا حبيبي. ما عليك زود يا حبيبي، انا احب السبعه والله اني احبهم زياده. الله يرفع قدرك. ما تحب اللي يحبك. يا محسن لا عاد تطب البرايم يا محسن ثاني مره. ابشر ابشر. اطب البرايم. هي هي انا على هي انا على كيف انا ما اطب البرايم، لكن وش اسوي؟ اطلع ما مسك اطلع ما مسك ذرع وش كم عندنا. ابشر بس عاد ابشر بس. اشرف لي. يا مرحبا يا مشعل، مرحبا يا ابوي، مرحبا. يقول اعصب عمامتك ولا تدخل برايم. هو مشعل من؟ العتيبي. العتيبي نعم. استاهل. العلوم يا رايد. سرك يا الحصان. يقول انك منشد. مالك روي ورا لهم. يا ولد. محسن يقول امس رايد كان صوته يقول مزي من صوته. حسين ابن حال من يوم اني قبلته هو يجاملني وهو. انا قايل لا تجاملني يا اخوي. لا تجامل يا مزي. ترى اكره ما اشوف شعري. صوت صوت زين. سمع سمع يا رايد. سمعكم. احنا دخلنا حجزة العصير ولا لا؟ ايه. انت صاعد الصفرة. الصفرة الله الله وصلناها. ايه الضيقه اللي دايم انت العصير، وش حيلتي واردها لا تجيني. الله. لا غاب لا مال ظل العود حزات عشى الطير، كنها على السجن الحديد تحاديني.
سلامتكم. سلم سلم. لا لا هذا مو انشد، هذا لازم تأشر لك شيلة. اليوم ابن حال هذا عشان الصدى حق الزيت. ام حسن يا اخي دائما اطلبها منك ذيك، تعال وش اسمها هي، نسيت اسمها يا ولد. وش اللي كنت ها اللي كنت غنيتها قبل انت؟ ذكرها تكفى، ابرجع لك فيها، ابى اخذها وارجع. الو يا فهد. الو. هلا وسهلا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونكم؟ طيبين؟ بخير. ابشرك يا فهد. شو اخباركم؟ ابشرك نحمد الله ونشكره. انت شلونك يا فهد؟ والله بخير الحمد لله. طيب والله الحمد لله. طيب تعرف محسن؟ ايه ايه. يقرب لك ها؟ يقرب لك محسن؟ ايه ايه. مش يقرب لك؟ ولد عم ابوي واخوي. هذا عندك ادمه. ارحب يا فهد. يا مرحبا. شلونك ابو فضة؟ عساك طيب؟ والله بخير الحمد لله. ابشرك. حي والله ذا الصوت. الله يبكيك. وشلون صحتك؟ ابوك طيب؟ الحمد لله ابشرك كل زين. يا عسى الله يجعله يا فهد. هذا يتصل علينا من بدايه البرنامج، الله يبيض وجهه له ولابوه. يستاهلون يستاهلون. وجهك ابيض. فهد. انكم فيه انقاط ترى نهديها لك. كم؟ انكم فيه انقاط ترى نهديها لك. ايه في 50 نقطة تعطيها لمين؟ اهديها لك حلام محسن. يستاهل محسن يستاهل يستاهل. تبي شيء يا فهد؟ سلامك. الله يحفظك. حي والله العين. مرحبا ما شاء الله تبارك الرحمن. عرفتها؟ مساكم الله بالخير يا متابعين. يا انت دق احد ويهديني ولا حرام بالله يد دجاجني غادي يديتها. انا اعلمكم العلم. العني. احترينا ولا عنه. هذا الشعور ذا جانا. اسلم اسلم يا محسن ذكرتها. اي بصوت يعني؟ اي صوت. اتركوني لنا ما يزوى شوف الدرب زين فالمزاج من التفاكر شيء خربه الفراق وظلم الايام وصدوف السنين تاخذ الانسان عن علمه وتغربه وانت يلي مزعج الناس ومساوي حزين وانت وجهك بين ان الحزن ما مربه لا تصنع فقد غالي ترى الفقدان شين ما يحس بلوعته الفقد غير مجربه. لا صح لسانك صح لسانك يا محيسن. والله ماني منشن مش عاد اليوم بنطرف برايم اللي يبي هانس بنسوينا بنغنينا بنقول لابدنا المساحه معك يا محيسن. اسمع دائما اذا حسيت انك بتودع قدم لي عندك كله. الله يذكره بالخير يا جنيبي. اسمع يا راع باخذ اتصال وبرجع لك دقيقه. الحبيب عبد الله. هلا مرحبا. هلا وسهلا يا ابو محمد. هلا يا ابو محمد علومك. الله يعافيك. شلون صحت؟ ارجع خير ابشرك. شلون صحت؟ انت طيب. الله يعافيك. يلا حيك بعيد. الو. ارحب ارحب يا عبد الله. هلا ومسهلا. وشلونك طال عمرك؟ بخير ابشرك. الله يجعله معك. محسن اسمعك. ارحب يا ابو محمد. ارحب يا محسن. الله يبقيك يطول عمرك. شلونك؟ والله بخير. شلون صحت؟ الله يعافيك. عساك طيب. والله بخير. شنو مواطيها؟ ما عليها مواطيها تعطف الثين وطيبة ولا على. لا ما عليها هذا. ما الحق حافظ ما خليها شيء. لا لا ان شاء الله ما جاء شيء. الامور طيبه الامور طيبه. ها جاء الامور زينه ان شاء الله. الامور زينه ان شاء الله. هذا اخوي الصغير على على كل صح. اراكم استقبلت مكالمتي بس يلا. عبد الله. ارحب. الله يبارك فيك. معك 50 نقطة تهديها لمن؟ والله 50 قليلة زودها شوي. والله ها 100 تم. يا المحسن استاهل وجهك ابو محمد. يضل وجهك والله لا يهينك. ما سوي شيء طال عمرك. الله يطول عمرك. سلمني على امي سلمني على امي على اخواتي. يبلغ ان شاء الله يبلغ. فما الله يا قلبك.
هلا هلا الحمد لله رب العالمين. ترى صيادية سوي تسوي سوي تسوي استغفر الله العظيم لا اله الا الله. ترى اخذت السكين اللي عندي هذه مكسورة الرجل انا استبدلها وحده بس وحده وش والله وحده والله صار اي والله عجل تمام ازين. اقول لك محيش الاسبوع اللي راح عبد الله اقول قدم اللي عندك كله الاسبوع راح عبد الله الجنيبي الجنيبي اي صباح السبت سوى الفعاليه حقت السيف الجائزه إيه خبرها خبرها وفي الليل وجا في المطبخ معي وفي الليل قدم جود وساعة 11 والله انا كان يسوي لنا سناب يقول يمكنها تكون خلاص اخر صور واصوركم وبافله اي شوف سبحان الله يا ولد ما هاجيك احساس يا ولد اي والله لكن ما جاني انا الاحساس ذا ما هو كل انسان حتى لو تقول نظهر بدقر في الباب ذا ايوه اسلم هلا علوم يا رايد سرك يا الحصان لا تضرك طيب وش الجديد؟ لبيه وش الجديد؟ الجديد ان الهموم اكثر من اول الله الله والجديد ان الحزن بالعين حول ما من جديد والله يا الحصان مره اي والله ركود والامور زينه الله يجعل الله يجعل الله يجعل يا رايد والظاهر اني بتقاسم النقاط انا ومحيسن الخير والي ابشر بس انا محيسن ابشر بسعادتك حيك دند العكس حيك والله تقول تطول تبي سكين؟ ايه هدور اي أيوة والله يا محيسن الله الله بنا طلع وعاد بسيطه ان شاء الله يسر الله يسر الله يا جاري يا محيسن والله عندك لمسات يا محيسن انها ها عندك لمسات ايه ان شاء الله عليك يا محيسن امسك معك سويت جبت العين بنط من الجدر بنط لا لا مو زين خلنا نشوف التاك هذه رسالة يقول للشاعر محسن السبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن والقوة اللي فيك مبدع صدق مبدع صدق وشخصية عفوية واصل على رتمك وترى مقاطع قابعة فتاق استمر ولو الراجعين اليوم بإذن الله والصوارم معك الله يبيض وجيههم والصوارم لا يهينهم يجعلني عند حسن هقواتهم وحسن ظنهم يا ابو عاي ان شاء الله بإذن الله عسى ربي يوفقنا وإياكم يا رب محسن الحب متى تحس انك اكتفيت ها متى يحس محسن بالاكتفاء لا لا ريب انا ريب لا بعيد عن البرنامج ريب ما ت... نسعى في الدنيا نسعى 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 لان كنا يوم للمعلوم عسى ربي يعيننا وياك اللهم امين ايه الله أكبر اي أيوة والله اسم غني غني رايد صوتك والله زين يا ولد ابشر 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 تبشر بالخير من بعد الوقت وهذا طبع الايامي تدفع لاجال ضوه بارد لا مالك لو لا ما هيك كذا ايوه شلون محسن ماذا بلحنها عاوني عاوني محسن
ما هو بلحنها. أنا أدري، علمني. والله ما يحفظها يا سنادي. ما تحفظها؟ تحفظ. أي واللي غنيها معي البارح منه؟ من هو؟ أنا. إيه. من بعد الوقت. إيه هذا الكلام. طبعا أيامي. دورات الأيام. أصبر. دورة الأيام. لا ما تبي لحنها. لا ما لها دخل دورة الأيام الله يحفظ. دورة الأيام اليوم عقب عشر. نشوف دور نبي نشوف دورة الأيام كلها. من با لا ما ذا بالحلقة ما ذا العلبة اللي ما قفيت ناداني تعال كل ما قبلت عزم بالرحيل الحقيقة غدت مثل الخيال هو عدوي وهو أوفى خلي كل ما قلت له يا ابن الحلال المحبة عطى وانت بخيل التفت يمي وهو عجل وقال لذة الحب بالشيء القليل اسلم سلمت كمك توجك الصدى عيد عيد لا طيب ابشر كل ما قفيت ناداني تعال كل ما قبلت عزم بالرحيل الحقيقة غدت مثل الخيال هو عدوي وهو أوفى خليل كل ما قلت له يا ابن الحلال المحبة عطاء وانت بخيل التفت يمي وهو عجل وقال لذة الحب بالشيء القليل سلامتكم سلمت سلمت يا رايد رايد انت مقدم الله الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله وش 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 خطة رايد في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله خطة رائد بإذن الله في الأيام القادمة سيظهر ما لديه وسيبدع بإذن الله وبيبهر إن شاء الله اللي تابعه بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا رائد ألو يا محمد إيه هلا السلام عليكم وعليكم السلام مستواش حالكم يا رب يلا حية الله عافية وشلونك عساك طيب بخير الحمد لله يا أنا بطلق سلم سم أقول أبطلق صوت والله صوته سم 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 لبيه لبيه يا محمد لبيه أبي 50 نقطة الرائد الحربي وخمسين لعبد الله عبد الرحمن 50 نقطة الرائد 50 نقطة عبد الله عبد الرحمن أيوة أيوة والله رايد استاهل عبد الله عبد الرحمن ما حضر المطبخ معي يلا وجهك كلها انت يا حسان استاهل 50 ما حاب رديني يا محمد استاهل 50 نقطه الله يسعدك يا ابن اللهم امين طول عمرك يا محمد امين مرحبا الله يحفظك يا حبيبي امين مرحبا 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 هاي البنا ارحب العلم وش العلم دغه شو جديد والله خير علومكم أطلع علومكم اليومين ذي راح شو علومكم إن كانت تبغى ونبدأ من جديد لا لا فلا يقص الحديد إلا الحديد والعودة عودا وفي الموقف سديد والخصم بابه ذله وغرب له الرضي ولا في عمره ما رضي يا لا 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 يا الله ايش يقول؟ وش مجهز البرايم اليوم يا محسن؟ البرايم ايش مجهز له؟ مجهز لهم قصيدة المصيبة
وكفينا شره. اي مجهز لهم قصيده المصيبه. قصيده قايله قايله سواء طلعت ولا قعدت. قعدت فرد حمزه ثاير ثاير. قايله قايله. قايله هذا والله العلم. هذا والله العلم. الله لا يعقب شر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قايله قايله. حد يعني. لا قدر الله طلعت يا محسن، وش بتحسف عليه؟ والله يا ابو عايد ماني متحسن الا على فرق الرجال اللي مثلك وشر. شروك الطيب يعني ما اي والله اني صادق. ولا المره الثانيه مقضيه. اي والله مقضيه. والله اني صادق، المره الثانيه مقضيه. عسى الله يجيب الخير. احسب القدرك الساعه الحين 4:42 دقيقه. احسب ال 15. احسب لها 42 52 ودقيقتين. ودقيقتين. اي ست خمس دقيقتين. ها؟ خمس دقيقتين يجي. خمس دقيقتين. اتوكل على اي والله رايد والشعور اطلع ابراهيم اليوم لو اطلع ابراهيم انا اي بقول يا الربع بس باخذ لي غطه وبقول ترى جيتك ما رقت زين لا الحين اي يقول سالم عدي صنيدح صنيدح والله عون اي اكثر ابو الصناديح ها اكثر الصنادح جاء لي قطع سالم عدي اشهد الله قفل ملفه ايش يقول يا محسن يقول يوم يا مقبل الليل العتيم يقول يا ليت حمل الهوى لاهل المحبه خفيف يا لي ولا ينكشف قدم شمات العرب سوها على بصيص سالم اللي يمكن يشوف الكفيف وتحقق الامنيات بليت هلوها حزنك من البالحه يقطع سوات الرهيف لا تصادمين الظروف اللي هذا قوها خاف اطول ورا وضحن هواها كليف في ديرتن ينقطع الارسال عن جوها جايين الهب الشمالي في غرفنا وحيف من قوها يسري السمار عن ضوها الله وانتي ورا ما فرق عشاره وغرب العطيف اسفل اذنك يهب الشوق معلوها طويك حب طوى قلب بحب السخيف ونساه مر الليالي معك محلوها غنى سودك وزع الريم وادي ثقيف لو انه يوقف الشعار مطروها تعذري لي مثل عذر الوليف الوليف ترى جروحي ما جاد الوقت فبروها والله ما يقضي عليك كل الغرام العفيف لصادمتها الظروف وطاح من قوه الله 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 اكبر رايد انا لاحظ عليك شيء ما شاء الله تبارك الرحمن امورك صح في الطبخ والنظافه وهذه اي صحن يغسل بسرعه والطبخ تشغل صح نفس احسن من غيري جاك الله يقفل ملف عبد الله العلياني بنطين سوي طيب جاك الله يقفل ملف عبد الله العلياني الله يقفل ملف عبد الله العلياني والله يقفل ملف سالم وقفل ملف عبد الله العلياني 35 سنة يلعب بالخبرة اي والله يا محيسن الله وينك وعاد مختفي لك يومين والله اني واصل لي مشوارني قريب ايوه الله الله برا الرياض ولا داخل الرياض؟ حوله حوله ما تختفي الا من شيء هذه رساله لمحيسن الى محسن السبيعي الروح الطيبه الشعر المميز اثبت تواجدك يا محسن وكسبت لك جمهور محب لشخصيتك العفويه نسال الله لك التوفيق يا رب واليوم التسعين باذن الله هذه من براك براك الله الله يبيض وجهك يا براك ويجزاك خير على الكلام الطيب وبإذن الله ان اليوم التسعين واني معكم بعد اليوم التسعين الى ما لا نهايه الله يبيض وجهي باذن الله يبيض وجهك محيسن ابتدي حضر بالارض ولا تسمي جمهورك معك وان شاء الله انك من اول راجعين اتمنى انك تركز في الاسئله ولا تتوتر ولا تنسى وسيله المساعده اطلبها وشربنا كفو كفو يا نوم عيني يا الجمهور يا نوم عيني يا جمهوري يا نوم عيني بروح بجيب عباره عشان اقول ذكر هذه رساله رائد الحربي سم نبارك لك في نبارك لك في تواجدك في برنامج مراجع اسال الله لك التوفيق المبارك وكلنا ثقه في ابداعك وتميزك الله يوفقك اللهم امين الله يجزاكم خير الله يجزاكم خير اي ام دعوين شفت القلب اللي سواه هذه يقول يا انس صح والمتسابقين عبد الله عبد الرحمن وحمد خصم 1000 نقطه كثير وين المشرفين وين الاعداد ليه مو بحريص على حضورهم الفريق كامل والله احنا صحيناهم هم يقولون تعبني والله قلنا قوموا يا الربع قوموا يا الربع قومناهم انا بالنسبه لي انا قومتهم لكن يمكن انهم قل اهتمام ولا والله ما ندري عنهم اللي يحضروا مو نفس اللي ما حضروا يا الربع والله لازم نعدل بينهم
ايه يقول يا وجودي. شو يقول؟ يقول وجدي وجود اللي يخدر اللي فاق هاك، قول يا صحف اللي حواليه برق برق، ضاقت على روحه وسعات الافاق، نوبن يقرب به ونوبن يشرق، يا بالحياه وبينه وبين هرواق، عنها سعد الدرب قام يتدرق. ضرب البر في يديه والصدر والساق، تقول مرمي من بالرصاص المخرق، يا بالحياه وبينه وبين هرواق، عنها سعد الدرب قام يتدرق عليك، اللي صار من بيننا فراق، وحنا من اول ما نوينا نتفرق، يا ابو جبين انطلته شمس الاشراق، وصدر مبليه نقش سنهم ورق، بعدك وانا في حال معاد ينطاق، لمرني طريق قمت اتشرق، والصدر مما فيه من هم واشواق، اللي بغيت الضحك ندى وعرق. ندى وعرق. الله سلام. صحة ابدان. السلام. يا ولد ركبونا مراوح. جيبونا مكيفات صحراوية. والله ما في الا مراوح. المكيف ذاك شغال. وين؟ قلت من هناك. ها شغال اي شغال هذي، طفيت ذاك قلت خليك وذا، والله ما ادري ظهرني. حار. حار. كيف حار؟ لا احتلبناها شقة ما فيها كلام. ها؟ احتلبناها شقة يا ناس ما فيها كلام. هي شغالة هي ولا صدق فيها شيء؟ هي شغالة بس ندري عنها. كل شيء شغال، كل شيء شغال فيها. ما يجي ما يجي مرات، شوف 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 هنا. ما يجي برا. ها ما يجي برا. ما هو كلام هذا. ما هو كلام يا ريجي. هذا ما هو كلام. هيه. اي والله يا رايد وش العلوم؟ سلام علوم سرك يا حصان. هذا ظاهر انه مضروب من جنبه. ليه؟ ما يسرك. انت نارك وشوها كذا. اصبر اصبر طف طف اصبر اصبر. ايش ما ودي يا جماعة؟ طف طف شوي ايوه خل خل. طب القدر الثاني ما في قدر ثاني وينه؟ ما ادري والله. ها؟ اثنين ولا؟ لا في ايه واجد. عاد رحم بدينا فيه يعني استوقت صبه في الثاني عادي. توقعت انه هو الزين انا خاب الواحد قايل لهم شيلوه. لا لا ما هو. يا ولد متسوقين الظاهر يكرون القرود. يكون القدور خلها خلها بدون عادي عادي خلها خليها بدون مهبطه ايه ايه هزي عادي بتزين الامور ما عليك معنا وقت بيحليها الله يسدني اني مسويه هذا هو الكلام محسن امسك قهوه لين اجيك سولف عام لين اجيك الله الله راح اي راح راح تعب ليتك حاط دجاجتين ليه قدري مضروب من جنبه قصد اصبر اصبر انا 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 يا سنايد انا 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 ما لقيناه دورناه اصبر انا انا هنا وين وش السفتي ايه ما بي السفتي ما يصك القدر ما يصك علام ما يقفل لا يلعب بس حط السفتي لقيت السفتي هي موجود هذا هو يحط حطه يكتب بعض الشيء. يلعب بيشغلك. طيب فيه غطف. يلعب ودنيا لعابة. غطف ثاني طيب. ما الظاهر. دورنا ما لقينا حصان. يا حبيبي سارة
صدق من الوالد رايب. الما سخنت فسخن لين احتر. الله الله ابو علي بيفوح بيه بيفوح بيفوح ما عليك. اذا قالوا تحبه قلت ما عادني بابيه وانا اشفق له اشفى من مريض من سقي ما المرض لدواه لدواه. لا قالوا تحبه قلت ما عادني بابيه وانا والله اني مو سن البلا وسنا. الموت الموت الموت. لا قالوا تحبه تغريده ثانيه. خلنا نسولف هنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اي أيوة والله يا ابو حيسن هي وقعت. وقعت ما يصير. جهز العصبة قبل الفجر. شاهي قهوة هنا. لا لا بس بس بس. اعطونا موضوع نسولف فيه الربع. الشعير كمو صغير. رقصة. وجه الله. رجعت ما انت بصحي. يا رجل ما انت بصحي يا رجل. ما جاء مطر ابو عايض. يجيب الله خير. الديار ممطوره كلها بالشرك. عسل. والربع مصيفين ومستانسين. الله لك. وهالحلال يقول مستانسين. اللهم اللهم لك الحمد. الله يرزق البلاد والعباد. اللهم امين. كيف هذه بلا فريون؟ اي بالله بلا فريون. احلى هشتا. يا لبيه هشتا. العلوم هزانه. ايوه يا محسن. الله الله. اه اطلع علومك من الربع. قعدنا نستانس كنا ما طلعنا برايم ما طلعنا برايم ما طلعنا برايم. يمكنها عين ما صلت على النبي. عين اعطوني عين ضروني. كيفك شر؟ الله يكفيك شر. كان شر. وش عنده ابو مناح ينسحب؟ علي ايه الله يوفقه. اللهم امين. الله يسمح دربه ويسر امره. الله عنده ظرف علمني به. عسى الله يوفقه يكتب له اللي فيها الخير والخير. امين امين امين. علي مناح ما قصر، اخذ نجم الجمهور ثلاث مرات. ايه وخذ الشقردي. ايه وخذ الشغمو وش اسمه خذ سفير الوقف وخذ قول وفعل ولا عاد خلى شيء. عسى ربي يوفقه يا رب. اللهم امين. عسى ربي يسر امره ويوفقه يا رب. وكسب قوة خوياه استح وجمهوره ومقدمين عز الله انه كفو انه مجد. اي أيوة والله كفو عسى ربي يسمح دربه ويسر امره يا رب. اللهم امين. اي أيوة والله هذا ايش جابه ني هو ايش فيه عسى الله يشفي يا رب تشفيه يا رب. اللهم انزل شفاءك على فؤاد يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ما اصابه تكفير لذنبه. امين. جعله والله في عدوينك يا فؤاد ولا فيك يا عزتي عنك يا فؤاد يا عزتي عنك يا فؤاد يا عزتي عنك. بيشفيك الله ان شاء الله. بيشفيك الله. الله. عسى الله ينزل شفاه عليك يا حي قيوم. يقول قد ان اللي يحط ذا اللي يصير نجم جمهور انا ما ادري. اتلف عقبتك لف على بحط لي خابرينها في ذمتك. جيب جيب لف على يدي وعلى رقبتي وعلى اذني وعلى يصير نجم العالم. يصير نجم العالم. حركات دي ترى عارفينها طابخينها وشاوينها. ما لنا فيها ما لنا فيها. ما فيها لزوم. حركات قديمه واسوي نفسي اني حزين وقديمه يا رجال. حزين من الشتاء ولا حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يطير. الله يجزاك خير يا محترك على اجر الدخل السرور الى قلب اخوك المسلم. صحيح. الى قلب اخوك فؤاد. اضحك خلي يرجع للدنيا. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا محترك. استانس جاي النية تحسب انها براءة تبى ترقد اقعد بها. عسى الله يشفي دعواتكم يا اعزائي المشاهدين فؤاد من الله يشفي. ترى عليه صح والعاتب على خبركم ان شاء الله. وعلاجه قاضي. امس شفناه في الليث ويلعب. لكن عسى الله يشفيه عسى الله يشفيه يا رب. امين امين. يكتب له الشفاء يا حي يا قيوم.
مصايب الدنيا هذه مصايب الدنيا هذه مصايب الدنيا هذه مصايب الدنيا والله اذا حب عبد ابتلاه صدقت نعم نعم هذه بلوى صايم ومصلي اصطبر واحتسب نعم 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 اذا واحد صبر واحتسب بيرزق الله الاجر ان شاء الله هذا الكلام كلام متوجه والشاشه اللي قضيت منها هاته ها كلام متوجه لاخوك فؤاد فؤاد بن عبد الله اي نعم فؤاد بن عبد الله اخو عزيز وغالي ومبدع ومتالق بس لو انه يفكر من بعض الحركات اللي مال امها داعيه المكشوفه ذي تراك واضح جاب الله لكم موضوع فلوسنا كم تدفع؟ عاد والله فؤاد النجم الجماهيري 500 زدها النجم الجماهيري المعروف المعروف لا يعرف المعروف لا يعرف نعم يوم طلعنا سوى بث في جاك وصار ثالث على ما شاء الله ما شاء الله لا ما شاء الله يعني لو طولته برا صار توب 1 صار لكن رجعته بدري الله عقب الشاشه ذي انا اضمن لك الاول يلا عقب توب 1 يعني لو تأخرت يوم واحد بس جاء توب 1 جاء توب 1 لكن ما الله كذب ترى شبكه ما عندي ادفع حكاش حق المدح ذي جيب الفلوس وين بدري هو جيب الفلوس جيب الفلوس اتصرف ذي حركات كذي بروح اجي ذي ما تنفع استغفر يا رجل حر يا رجل والله اي والله حر اي والله حر انا استكفون كل من راعي المغسل خليه يجي والله ما عندي خيار والبرايم كفايه ناس انا بيه كفايه ناس شو مساعد خذ دخل موترني وشام مكيف يا اخوي وني بنطبخ بالشنطه والله العظيم الموترك وينه؟ موترين اي قريب دخلتها الباكه؟ حيد عطني بس عطني الاوكي وزن الباقي وبتشوف وعد معي يا رجل ما هو كلام يا رجل رجل ماذا بعيد يا رجل روح نسند الباب حر بعد عندنا حق شيء يجينا هواء يا رجال اجل ما عندنا درو شوف نهجن عن قد ورنا ما لنا لايم هذا خلينا طبخنا ايس كريم اليوم والله تفخر يا رجال ذاك جيب ايس كريم والله العظيم بكره بجيب ايس كريم وش طبخاتك ايس كريم ايس كريم حط قول لي يا اخي نسوي ايس كبسه ايس كبسه حط ثلج مع الكبسه يجي يا ابو عمر يا رجال ها نطفي الكهرباء نطفي العدادات نطفي الشغله هاي مره خلاص تقبع استغفر الله واتوب اي والله تسبوا الاجر اي والله اجر 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 وغنيمه ان شاء الله نعم خلاص برا كل جو برا يا ولد ما ينجلس هنا ما ينجلس ها ما ينجلس فوي يلا نبي نسولف مع ابو محمد اي سولف مع ابو محمد بالله لا يجي لو نحافظ القصيدة بس كان غنيت لكم الطير متكي عنده الكيب ما مدرق على الحين وجه الله يا رجل ماذا بعلم ما هذا علم لا ما حط حثم سولف بجيكم يبي سولف الانسان يلا خذ راحت ابو محمد هالحب تبقى متى الشاعر يطلق عليه كلمه شاعر هذا بنظر محسن صراحه السؤال هذا ما قد مر علي لا بتجيك اسئله ما قد مرت عليك كيف يعني متى يطلق عليه اسم شاعر متى بنظرك انك لا قالوا مثلا رايد شاعر انت تشوف انه أبعلمك ما بعد وصل مرحله انه يقال له شاعر انت بنظرك متى يطلق على الشاعر كلمه شاعر تدري متى يطلق على الشاعر كلمه شاعر نعم اللي وصل قصيده للناس قبل اسمه صدقت ايه اللي صدقت. وصل قصيد الشاعر قبل اسمه يطلق عليه شاعر عز الله صدقت طيب متى تشوف ان الشاعر وصل منتهى مطافه الشعري بنظرك ايش اسمه ما له مطاف هو ما له مطاف ان ينتهي عند الشاعر المبدع في شعار مبدعين توفوا وظهر لهم قصيد بعد وفاتهم فهو ساري المفعول القصيد ما ينتهي مطاف الشاعر يمكن الشاعر ينتهي وهو قصيده ما انتهى نهائيا نهائيا ما تشوف ان له وقت
انك لا سمعت قصيدتي قلت ليته قصر دونها؟ لا والله ابدا لا ابدا. الشاعر يمكن أضرب يبقى مبدع حتى بعد وفاته. يمكن يضربها على نفسي انا الشاعر اللي عندي اللي يمكن يشوف انه التبون اللي ما جاء له بعده ولا قبله اللي هو عبد الله بن زويبن الله يبيحه ويرحمه. الله يغفر له. شاعر ما ودك انه ما ودك انه قصيده انه نهين انه اي والله استاهل. اي والله استاهل مصيبه. مثل ما قلت لك المبدع ودك انه دائم هو يقول قصيده. وش تحفظ له بن زويبن يوم جاء طاري؟ الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته. امين. له اللي يقول ابا توجد وجد من ضاع للشف معلاب تنساق وضعانهم وقفة قفة يخيلهم لنن مظهورهم هف بالمرتفع ودموع عينه تتسفى حالة ضعينهم ورا بارق الرف حيل وطن وي بس تسبود العفة واخذ 3 سنين والدمع ما جف ينضح نضيح عيون بير نترفى ترفى من بعدهم مثل الأسير المكتف لين انتهت فترة حسابه وصفى وركب على عوصن تكفن ضه كف فجع ضود وسبتها ما تحفى عملية ما مثلها موم يتخف طويلة المقدم عريضة مقفة ويوم الخامس 5 أيام طرف هم مساهم وطيب الملفة وقدام ينشد ناطحوها انزهف وقالوا ترى مضرون عينك توفى توفى أوجد بن عذاب طف ورا طف طور ورا طور بعليه شفه والجيش عقبه شاف له شوف واختف جيش انزعاعه فوق جيش المعفى راحوا وهو يصفق بكف على كف ومن الضما بين العدام يتهفى اللوم والسمرة لهم فرش والحب فرش انتفرشهم ولحفن الضفة عليك اللي فيك عبلة توصف نيران حبك فالحشا ما تطفى يلي كلامك در عرب متعاطف في المربعانية وتسنهم دفة تليت لي تلة مهارة نتعسف وبيحت سدي لين بانا مخفى أنا دخيلك عف عني وأنا عف ترى العذاب اللي حصل من كف كفة الله أكبر الله أكبر طبت وطاب نقلك الله يغفر له ويرحمه ويسكن هالجنة اللهم أمي صح صوتك صحة البدانك بيت قصيدة تغريدة أيا كانت إيه قراها محسن وقال اتمنى انها لي اللي يقول انا ليا كثره هروج الزواريب لو زعزع النطويق ما زعزع عندي لا رخيلها راسي ولا اسمع ولا اجيب لان الرماه سهومهم يركدني اخاف ازي اجي مزهاف وارمي ولا اصيب والرميه اللي ما تصيب تغبني والرميه اللي ما تصيب تغبني تغبني الله هذه اللي بنزيبن بعد ما يحتاج ايه؟ ما يحتاج الله يغفر له ويسكنه فسيح جنات شاعر بالساحه تحب تسمع له تقرا له تنطرب قلت تنطلب مسامع ابو محمد له عبد الله الله يغفر له ويسكن هالجنة امين المركز غيره المركز الثاني نعم جزء بن صالح الحربي الله يطول بعمره امين الله يطول بعمره ما شاء الله عليك انت ما خليت لنا شيء نقول يلا يا ابو الله يرفع قدرك 4 دقيقتين 5 دقيقتين يطوف طوف دقيقتين بعد وش العلم شوف ما ابجي روحوا عقدوا شوف قدوركم ها انا بشوف جدري وش صار عليه تعال يا دينا شو اساس خلي شوف الرجال بس خلي ها اله الا الله تعال خليني بعونك تعال لا لا باقي لا لا يا ابن حذكر ربه لا يا رجال فيها درجات دي تبي تلبطني يا انس تعطي حقه شو العلم يقول فيها درجات تبعونه وش اللي فيها درجات رز ما فيه هلا انا فوق اكيد شايف لا تبيني شويه جرنا الا الله اي اذا عطى 7 دقائق تمام بس تمام أنس هلا أبوي 7 دقائق وعطني علم 7 دقائق وخلصت 7 دقائق وعطني علم أنت لقيت العلم اللي عندك ها أقول 7 دقائق وعطني علم علم إيش من هالحين قل لي إنها قبل وقت أبش 7 دقائق بشر سلم نشر إيه لهنت هذا إيش معناه هذا إيش معناه ما له دخل نهائيا ما له دخل لا ما له دخل كول 16 أعلى شيء وش عاد باقي؟ والله ما عاد باقي شيء. ما عاد باقي الأرضاك دخلت الجنة. هاي محيش. هاي الحين. العلوم. سهلة سهلة. أنا بغسل الحين. لا والله ما تغسل. أنت بتحلف ليه؟ أنا بغسل رزي شوي. هذه حركات قديم.
فيه الظاهر له ريموت ثاني ولا بس ذا؟ وشو؟ له ريموت ثاني ولا بس ذا؟ لا ها كل واحد عنده حقه. لا إله إلا الله. ملح وين يا ابو محمد؟ انا قلت لك 7 دقائق كم اعطيتني؟ يلا الحين له دقيقه الحين له تقريبا دقيقه ما هي واجد ابو ها؟ ما هي واجد وشي؟ دقيقه شوف انها واجد وانت بكيفك عونك بشيء لا سلامت صدق والله اي اي والله يا محسن الحبوسه اكبر سار يا محسن وانت لا يحترق هذا طاب خاتك يا محسن ايه محسن لبيه ايش قلت في الوداع الوداع ايه لا توادعني انا ماني بطيب خليني لنا تعافى وانت وادع لا دقيقه بجيك واتذكره واجيك سم واتذكره واجيك لا توادعني وانا ماني بطيب خليني لنا تعافى وانت لا تاس تاس لا عشر دقائق لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا محسن والعين مألوم لا توادعني وانا ماني بطيب خلني لنا انت عفا وانت وادع يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لي لا 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 لي لا 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 يا لا 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 يا لا لا لي لا 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 لي لا 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 توادعني ولا ماني بطيب خليني لنا تعافى وانت وادع يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا
زين. هنا في مساعدة من محسن السبيعي يساعد رايد الحربي على الطبخ. هل هذه هي المنافسة الشريفة؟ عندما ينافس صاحب المنافسة ينافس ويساعد منافسه. لا إله إلا الله. فهذه هي روح التنافس. هذا هو برنامج مراجل. الأخوة فوق كل شيء. نعم صحيح. نعم صحيح. هذا هو نعم هذا هو البرنامج. راح يذوق عني بعد. هذا هو البرنامج. فإن الآن محسن السبيعي يساعد منافسه رائد الحربي على خفيف. رائد والله يظل الملح اللي حطيه ذا ما هو ملح يا اخوي يظل اني حط سكر. انس اهلا. تمت التلبيطة بنجاح وخذيت النقاط. يا سكر اكلتها يا سكر روح اكلتها. ليش يا ملح؟ اقعد ماذا ابجي بغني عليك ومونسك واضحسك. تعال يا ولد اخرج يا رجال من الحزايد. ما قلت لك تاذق في نعم هذا هو من وين هذا؟ والله يعقب الكلام الطيب اللي قال هنس انسانكم مسويها. لا والله ابشر بس عداء حيك حياك. الملح شف الملح ان كان ما هو بناقص فله بزايد والله. عسى ربي يوفقنا وياكم. احنا ندور الملح وملح الفقره ناس انت صاحي. والله يرفع قدرك وطول عمرك. طيب 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 كم بقي لك انت؟ 10 دقائق. 10 دقائق؟ ما تاش تاش. ايه تستس احسب لك شيء. تستس احسب لك شيء. غازك شغال وطالع. يا شباب. اوريك يا محسن اوريك. وائد. سم ابوي. سلمت. كم باقي لك؟ ادري عنك. كنت ترز للحين يا رايد خلاص ترى نجح. 7 دقائق انتهت. قضت؟ يلا الله. يا ابو محمد. كنت ترز يا سنايدي. حط الرز. ايه. شربي. انت قاعد له. حط الرز وسط القدر. ترى يا اعداد ودي اسمعهم سيف. اعرف ان ما احنا متكلمين الا في شيء زين ان شاء الله. نعم لكم طيبين ولا يجي منكم الا الطيب. الله يرضى عليك. الكلام ده ما يجي بروسنا. هذه قديمه دي ما هو واجد. اي ابو محمد ترى باقي عندي اسئله. تفضل طال عمرك اسال. زاد فضلك. خذ راحتك بر. خذ راحتك ما عادها تفرق معي. خذ راحتك رايد. سؤال لك طال عمرك. سم ابوي. هل انت هدفك احد المراكز؟ لبيه. هل رايد تخطيطه هدفه احد المراكز الاولى؟ مالك لوى. افا. نعم. ليه؟ لاني انا اشوف ان المراكز الاولى يا طول العمر راح تقيدني. ها انا اطلع يا طول العمر في مركز او بدون مركز اهم شيء اني انا اوصل الشيء اللي بخاطري للاشخاص اللي يشاهدوني. عادي وصل شيء في خاطرك وخذ مركز ما في شيء. ما هنا خلاف. المركز ودنا كل واحد منا ياخذ المركز الاول. اي خلي من ضمن اهدافك. انا اهدافي اشوفها اعلى. ما اختلفنا. الواحد عنده اكثر من هدف حلو ولا لا، لكن سيب من هدفك الاثر الطيب والبصمه الطيبه ورساله توصلها للناس ورساله هادفه وواحد المراكز ومن هالكلام. ابد. علشان كبشر. علشان كبشر. عازم انا. تلومي يا ما كثر الملح. بيضرع وجهك ودي والدي والله كثرت حتى. اي والله. اقول لك وانا امسك الرجال وانا اضربه. ضرب من ضربه. زدري لا تجيه. الجذر الجذر. وتشتش؟ ما تشتش. على وشك التشتش. على وشك التشتش. يلا يا رايد صب برز يا رايد. شربي. يلا يلا يا رايد. ترز خلنا نخلص. يلا يا ابوي يلا. يلا يا ابوي انت يلا. يلا. انس رقم المغسلة معك. لا والله. عند من هو؟ عند يتقى عند حاتم ولا تلقاه عند حاتم. حاتم داوب. بيجي الحين. تاكل يا حاتم دق على المغسلة خليه يجيب ثيابنا. ثيابك وين؟ عند البرايد. ثيابك عند ابراهيم.
لا بلبطة والله لا بلبطة اي والله يا استياب العشرة برايم قال عندي برايم عند المغسل المغسل من قبل لا نطلع بيومين ما اخذها نطلع نجينا من يوم الاحد ما يوم طلعت مباراتي واخذتها ما ادري وين محله طيب محل بس انت بنت يمه يوم طلعت والله تقول لي ولا امسكه ولا رجب ضربه ضربه ولا امسكه بدنيه ضربه ضربه ولا شيل هاير جدك ذيك الملح ذيك الملح رايط لا بلطه يا خد سيف تذوق تذوق علي تعال يا معزن خلاص ما عاد العلاقه ذي خلصنا عاد في علاقه تزدري تستس تستس يلا احسب له زد لك كويس 17 الحين 10 الحين 17 دقيقه الحين 17 دقيقه دقيقه 27 ابرك راح تكون تذوقها لا ما في ملح صح رايد يا بيل ايش بلايه اي زده زده اي والله قبل الصام ماشي علم ماشي علم ابرك راح تكون ويذوقها اشوف مالك على حل واحد تسوي معك صرع وتنصرع سهم سوي معك صرع وانصرع سوي معك صرع 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 لا انت صد وبدل قدور تدري عارف لا لا هذه يعني. انا مسوي صياديه ما عندك تكشفني اذوق الملح شوف راح ناري كله ذوق الملح ارز نجح انت قد كتيت الرز سم قد كتيت الرز حي خلاص طفعه قضينا طف خلاص اغرف اغرف قضينا قضينا غرف ولا شوي اغرف 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 دام الدعوه يا رز صياديه ما انت يوم جدري ما هو ما زدت ترى ما يسكر عاد والله ما شاء الله يذقنا كبسه البارح بتفزع له انت ازعل هو البارح اليوم الله يذقنا كبسه سحرنا والله ما قصر ابو محمد اليوم ترى نس دايم يعطي نقاط للجميع ما لا يغرك سم يعطي نقاط للجميع ما عليك من هو انس يا اخوي متعبين يلا يهديك اي شوف النقاط ان معنا من على من العيش اللي بتكب مهم ماكوله ها عندي عيش تنزين انا في محافظه على النعمه ولا النقاط بسيطه ولا نقاط بسيطه انا يا طول العمر محتسيكم حاط لكم تميسين على جنب بيض ابيض اي من فطور اليوم لا بناكل من تدري ان شاء الله لا بلاك شاب مصيديه بغي الله على التميس انت تدرك ذا وانا تاكل اي ترى كل واحد ياكل غدا كل واحد ايش ياكل غدا انا بروح ارقد صايم ودق عمرك يا مليون وين راح يقول عندي اسئله عند يلا تفضل اسال اسال ايه طيب شاركت في مسابقات شعريه سابقه لا من اول شخص اخذت رايه في قصيده تشوف ان محسن نضج شعريا وجاء للشخص قال ايش رايك في هالقصيده صراحه اخواني ما شاء الله شعار اخوان واحد شاعر وواحد مو شاعر ما شاء الله كيف يلا هو اللي انا اخذ رايه باي عمر كلهم اكبر مني سلام ارحب انت تجي احنا نروح يا فؤاد بس ارفع لكم كذا تعال ارفعكم بشارككم في التاج ولا بس لا ما تشاركنا بالسؤال بس خذ التاج يمسي يلا خلاص يلا حي فؤاد شلونك شلون طال عمرك طيبين كيف الحال حبيبي عندنا فقط اسئله مع رايد ومحسن يسالون باء اي سلم اي سر ارفع ثوبك كذا عشان تصميم تصميمين ايوه اسلم سلم كم كان عمرك يوم كتبت قصيده ما هو يوم كتبت قصيده ها يوم استشرت انا استشيرهم الى الان انا فاهم اول استشاره لك حسيت انك انت وصلت المرحله نضج شعريا بديت تستشير اللي قبلها كانت انها ما تملى عينك قصايد سواء ما تملى عينك او انك تشوف انك لازلت في مرحله التطور صح كم كان عمرك لما استشرت باول قصيده والله اني ناسي يا ابو هذا الحين ناس بس قصيدي ما هو واجد قصيدي قليل جدا استشيرهم في كل مكتب الشمول الى الان الى الان والله الى الان مكتب استقدام الشمول وش القصيده اللي نالت اعجابك شغالات اللي ملت عيونهم اكثر قصيده لا الشمول القصيده اللي قلت لكم البارح ألف أبو نايف ألف أبو فهد ألف أبو فهد إيه أنا مرسل لأبو نايف طوال الليل سرتني أبو نايف صح إيه؟ كلامك صحيح في مكلمة هذه نالت إعجاب وتشوف إن مستقبلك فيه
برامج شعرية ولا ما عندك نية تدخل برامج لا شعرية؟ لا ما عندي نية أدخل برامج شعرية عشان ما بنط. ما هو بتبنيط قلت اللي عندك الله يطول عمرك هذه شهادة في التخرية لكن ايش؟ تعتمد على انا الواهس مو هو بيجيني كل شوي يجيني مرة ويروح العدج. وشو اللي يجيك اليوم؟ واهسك مزاجي الواهس ايه ها؟ واهسك مزاجي مزاجي والله انا مزاجي وقريحتك ما اي والله ما تارد علي شيء اي والله قريب وين اكثر ما تارد قريحة؟ خلاص بصير مطول اكثر ما تشوف نفسك تكتب شيء تنافس بدر يستاهلون لا مقصدي ما فهمت مقصدي مقصدي والقبيله ما توفيها حقها والله لو تكتب صدق 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 هذا كلام يستاهلون وكفو وله كسرهم بالقبائل الباقيه لكن لا انا مقصدي وين تلقى قريحتك فيه لا منك سجيت مع خط ايه قصدك متى اكتب القصيده متى وين تلقى قريحتك فيه اكثر وقتها وين تواجد قريحة محسن؟ صراحة اليوم اللي صرت الحالي والموضوع اللي أنا بكتب فيه مثلاً شاد انتباهي ولا شاد ماخذ من تفكيرك ماخذ من تفكيري واللي جاء مطلع القصيدة جاء الواسع الله الله اعتمادك بصيدك على مطلع القصيدة الله لا تم مطلعها لا تم المطلع جاتك القصيدة ما شاء الله سمعنا سمعنا أبشر مبشر وسالم منشر يقول أنا دنات مشحن خاطري يا حمام الدوح دوح أنا طالب تصفي جناحك وخليني أنا قبل أسمع نوحة منزل من مجروح وحسب النوحة من جروحي بيشفيني وإذن من سمع نوحة خطير عليه نوح جري تسي نوحة لقمتي تنوحين تنوحين ولا يا رفيقي يوم تنشد عن آخر بوحة بعلمك والعلم من بينك وبيني أنا عشت لي 20 عام بطرب ومزوح ما كنت أتوقع غيبته عن طرف عيني بعد ما كشح برق المفارق وجاله ضوح تنهيت صدري لظلم الليل تشقيني من اول بدايه غيبته والضلوع تفوح وهالحين عمري فوق 29 انا مستحيل انساه لين اندفن واروح مراحل مثل مراحل اللي معنيني اعطيتك علومي يجعل في نشتك مصلوح اذا كان به مصلوح لي لا تخليه لي لا تخليني وانت سالم صح لسانك يا فؤاد صح لسانك ما تسفي ما تسفي يا فؤاد انت تقول فؤاد يوم طلعت واخذ التوب 3 ايه ما شاء الله وفاز علي محسن بألف بعدها بألفين وش الحين سكور 2000 نقطة جاني حلاوة وجاني بشوت وجاني عمايم وجاني ما شاء الله تبارك الله كذا حظي دائما حظي عجاج اعطاني عين محسن قال كذاب 90,000 شيل سكور يثبت سكوره يمشي ما عرفنا لما وردنا كبو تقفي كبرايم اليوم خلنا نشوف أبرايم الله ما ظهر منه اللي هي مقبعة شهادة لله إنه يقول سألت يظهر محسن من راح الواقع وشي كلمة كبارح للذيب ها؟ وشي كلمة أدل مرقبته أدل مرقبته دلم أيك عيا شتراك فقط الذيب القليب أمس رهيب رهيب هو سواه في الزاوية ذي ولا الزاوية ذي لا هذي مطفي اللمبات سير يروعكم مسوي فؤاد رب عندك ثوب فؤاد هو ما خرب كيفات الا الذيب الله بعطيك انس هبه ما خرب كيفات الا الذيب الله اي يا الله يعو يا بزنيا لا يتوسخ يود عطنا ال يقول يتوسخ لا يشغلك من الحين اي والله تاكو شطيك يود جيبوا لنا مغسله انا مقدم خصوقتي وامشي صح عليك خالي خالي شايفه شنو خالك ما شاء الله تبارك الله في كل شيء هنا في القرية له فيها عطبت بعد برنامج لا وشوف ايش يصير ماك القناة مالك لوه مالك لوه ترى الباب اللي هناك رحتوا له ترى في خصم الباب ذاك شده مستريح نعم شده مستريح هاي رايد كم باقي لك سم ابوي كم باقي القدر؟ لا من محسن راح رحت معه باقي دقيقة أنا باقي دقيقة لا أنا باقي لي شوي إيه خلاص لين يا شباب ما يحتاج حطيت الرز محسن لبيه حطيت الرز إيه خلاص عيني يا ابن أخي قل له أحذريك يا نوم عيني يا محسن جعل ما أنا أفقد هالزول ولا أفقدك يا أبو عاي اليوم لكن اسمع إذا رحت إبراهيم اليوم طلعوك الثوب حقي ترى انا اعرف نفسي استحي اطلبه نزله بدون ما اطلبك هو عندك انا اللي ثوب عندك صح ولا لا ايوه انت عطي ثوبك ذا
متى ما ردت لي ثوبي ذاك ردك ثوبك ذا. موجود ثوبك ذاك. وينه؟ موجود. نظيف؟ لا. ها خلي عندك. والثوب اللي عندي عندي. يا أخي الأشكال سبحان الله يعني الطول ذا ترى كل شيء مختلف بس إذا لبست ثوبه يقوس عليك. لا ما شاء الله عليكم حول بعضكم أنت إن شاء الله. أنا سخطكم ما شاء الله طرفان. رايد ترى احترق. على بعض. تعال. كل شيء كل شيء. قرب. احترق. احترق كله من سواك. اي والله ومن فعلك. ليه احترق؟ خلاص خلاص هذا المخرب يا محسن. ملاك امس مشغلي الفقره في الملحم هنا. ايه بالله ليه مشغلي الشيله حق البز؟ لا عادي يا محسن شوي ترى والله الصياديه والله خير مو سلمى قريب تبيه هذا دم نجي نطلع دواء ونقول يلا مبارك العوده مع بعض العوده مع بعض. انا اتوقع انه هو قائد انا والله يدري الحين بعد ما والله دحين ناسي ها دحين ناسي والله محسن انا رحت من عندكم خابر الصف قائد النسخه الحين منه قائد النسخه يبان قائد النسخه هو بنفسه ما يعرف قائد النسخه وش ما ولا دبره لكن هذه قل فقره اسبوعيه قل انا قائد النسخه فقره اسبوعيه كل اسبوع على واحد والله يشوف قائد النسخه ذا بكيفه في مراكز شيء موجود انا غير كذا يلقطون يلقطون ان شاء الله ينصرنا على والله يا هي كابسه يا على المراكز ان شاء الله زد زد هدفك المراكز انت يا فؤاد انا ان شاء الله نعم سر ربي يوفقك ان شاء الله مستحقة ان شاء الله يا فؤاد باذن الله باذن الله لا لا خربها خربها الشغله كلها هب يا محسن بس والله خلاص محسن العين يمين ولا يسار؟ خربت خربت الشغله. محسن اليمين ولا يسار؟ محسن نعم محسن غداك خلص. وصول لا ما مشينا. محسن غداك خلص؟ غداك خلص؟ ايه هات اكثر بس. والله ما من جوع، الجوع ما من جوع. لا ما اقصد شوفتكم. بس شوف. ولكن شبعان في بيته. بس تعطيني بس دقيقه اروح اجيب حمضيات بارد. ها خذ راحتك طال عمرك. تقعد تشيل حمضيات ولا اساعدك؟ صدق صدق يا بحط في جيبي ذا بحط في جيبي ذا بس الله يعينك يا فؤاد والله انا صدق اقسم بالله صدق ما له شحم صدق بقول لك شيء طيب خلاص ماشي الله يلبي لك ثوبي قبل شيء والله العظيم اني ما اقدر اشله بالاصبعين ذي رب البيت الله يعيننا وياك ولا هذه اشلك انت الله يعينك يا رب يا رب على اجر ان شاء الله يا رب فارس الجمهور يلا ها خلني بشيك عليه عشان نقدر نقيم صح حلو حلو ولا تغرف لا تغرف سم لا تغرف خل واحد من القدور خلوه لاخوياكم الثانيين لا تلعبون بالنعمه لا اله الا الله حق يلا مساء خير ترى كله من جدرك ماني ما يصدق ها ترى كله من جدرك ماني ما يصدق ان شاء الله تبارك الرحمن قايل لك مدرسه يا ما شاء الله مدرسه ما شاء الله تبارك الله يا ما شاء الله ابن اخي يا ما شاء الله ان شاء الله تبارك الرحمن يا ما شاء الله يا ابن اخي يا ما شاء الله يا اخي ما شاء الله ما شاء الله خلنا نشوف الحين نقيم مره واحده تروحوا تتغدون ها الدرج ما لقيت فيه ما في مدسوس يعطيكم العافية عادي أقيم أنا لا خلصنا قيمنا خلصنا احنا نصرين قاعدين دقيقة روح تغدى بس خلني أسحب من التاك تعال تغدنا أنا أبجيكم بجيكم تعال ما احنا متغدين أنت جي أبجيكم خلني بخلص من أخذت إذا لقيت اسمي مالي دم إيه لا إن شاء الله
شاء الله يشفيك يا حبيبي، يشفي يدك ان شاء الله. كامل حط على مصابتك في ذمه. انا على المسرح يا شباب احمد، قول له حط على كاتفتي. قصر عيوني شوي. ايش هو قصرت عليه الاخير؟ لا انا على المسرح هنا. حط على كاتفتي، حط على كاتفتي بسرعه. قصر مقصر مقصر بسرعه. حط على كاتفتي يا ايوه هنا هنا ما شاء الله تبارك الله. خلاص روح لنا مبدع. انت معي يا احمد محمود؟ يلا انا على المسرح. ها هذا الكاميرا جاي. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه فقره هنهم لهذا اليوم. شكرا جزيلا المحسن السبيعي، وشكرا جزيلا الرائد البقمي على حضورهم الفقره. عفوا الحربي، انا معليش ضيعت شوي. محسن السبيعي ورايد الحربي، عسى ربي يبيض وجيههم ويجمل حالهم. محسن جاه اتصالات، ورايد اليوم جاته اتصالات بعد. التاك عندي 300 نقطة في التاك، او 400 نقطة في التاك، 200 نقطة لمحسن و200 نقطة الرايد. اما بالنسبة لدرجات الطبخ 800 نقطة المحسن و800 نقطة الرايد. يستاهلون، عسى ربي يجمل حالهم ويطول اعمارهم. قاموا للفقرة وحضروها، الله يجمل حالهم. اما الشباب اللي غايبين على الفقرة اللي هو حمد المهان وعبد الله عبد الرحمن، زي ما ذكرت بداية الفقرة، خاصم على كل واحد 1000 نقطة. عسى ربي يبيض وجيهكم ويجمل حالكم. وصلنا لنهاية فقرة هنهم لهذا اليوم، نلتقيكم غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء. هنهم وانتم منهم. يا انس ما فيه مثلك في القناه، انت غير وفقرتك والله غير. هنهم فقره تشد الانتباه، عندك انت يصير تحديد المصير. هنهم 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 بالنقاط وكل واحد واخوياه، الفريق الاول يرد الاخير، والمراجل نجمع لي في سماه، الكثير اللي تمنوها الكثير. هنهم 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 فيه نخبة فعلهم واصل صداه، معهم الجمهور جمهور غفير، معهم الجمهور جمهور غفير، معهم الجمهور جمهور غفير. هنهم 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 هنهم